عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. والله وحشتوني خالص خالص خالص. هنتكلم كم كلمة كده على السريع، مش هاخد من وقتكم كتير، ما تساووش. لما تفتح التلفزيون أو الراديو أو السوشيال ميديا أو اليوتيوب أو أي موقع بيعرض فيديوهات معروف، طبعا كل الناس حاليا عارفة كل المواقع اللي بتعرض فيديوهات، تلاقي مطرب برحل عن الدنيا من سنة، من اتنين، من ثلاثة، من أربعة، تمام، بس فيديوهاته ما زالت موجودة، فيديوهاته ما زالت بتتعرض، فيديوهات مالية اليوتيوب والتلفزيون والراديو ومش عارف ايه، مالية كل المواقع. يا ترى الفيديوهات اللي هو تركها في الدنيا دي حسنات ولا سيئات؟ فكر كده مع نفسك. يا ترى كم واحد انتحر بسببه؟ يا ترى كم واحد انتكس بسببه؟ يا ترى كم واحد بيسمع الاغاني بسببه؟ يا ترى كم بنت، لو هو مطرب، كم بنت كانت شعره وعينيه وملامحه مش عارف ايه، ولو هو لو هي بنت شوفي كم شاب مش عارف، طبعا انتوا فاهمين. يا ترى خلاص هو رحل عن الدنيا، يا ترى في قبره الان بتوصل له حسنات ولا سيئات؟ طبعا كل واحد يرد على نفسه السؤال ده، مش هجاوب انا. وعلى النظير الاخر تلاقي شيخ مات من سنة، من اثنين، من ثلاثة، من أربعة، خلاص الشيخ مات رحل عن الدنيا، لكن الشيخ ده القرآن اللي كان بيقرأه خلاص ما شاء الله على التلفزيون، على الراديو، على اليوتيوب، على السوشيال ميديا، نفس المطرب بالظبط، نفس المطرب ده ساب فيديوهات وده ساب فيديوهات، بس يا ترى الأولاني حسنات ولا سيئات؟ لكن الثاني فيديوهاته كانت عن إيه؟ عن أفضل كلام على وجه الأرض، كلام الله المنزل غير مخلوق، تمام؟ عرفت انا عايز اقول لكم ايه؟ فنصيحتي لكل اخ واخت بيتابعني، قبل ما تبعت فيديو لحد في اغاني راجع نفسك، قبل ما تبعت صوره وحشه راجع نفسك، قبل ما تبعت اي مقطع وحش راجع نفسك. انت ممكن تموت بس ده يبعت لده وده يبعت لده وده يبعت لده وكله ايه؟ سيئات جاريه، تمام. تاني شيء اللي عايز اتكلم فيه، لما تكون ماشي في الطريق بدل ما تمشي تغني وتتمتم بالاغاني، لا، اذكر الله. اذكر الله ليه؟ عشان كل مكان مشيت فيه وذكرت ربنا فيه هيشهد لك يوم القيامة. أنا عن نفسي لما كل ماشي في مكان أسبح، أستغفر، أي ذكر، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر، هتقول أغاني وتسلي نفسك ولا تقول ذكر؟ تلاقيه يوم القيامة الأرض اللي أنت هتذكر ربنا فيها هتشهد لك يوم القيامة. عايز أكتر من كده؟ فوق لنفسك حبيبي أخي، فوق لنفسك وراجع نفسك، تمام؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشارك الفيديو لأصحابك. يلا السلام عليكم.